وقبيل انطلاق فعاليات المجلس الوزاري للجامعة العربية، عقد وزير الخارجية سماح شكري اجتماعا ثلاثيا بالقاهرة مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والفلسطيني رياض المالكي. وبحث شكري مع وزيري خارجية الأردن وفلسطين مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إعادة الانخراط في مسار السلام وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من الاستقرار في المنطقة.